أحسن الله إليكم هذا السوداني فضيلة الشيخ يقول في سؤال له بأنه يعمل في مؤسسة معظم دخلها من الشيشة، ومعروف أن الشيشة دخان ضار بصحة الإنسان، وأن عملي إداري مكتبي ليس لدي احتكاك مباشر بعمل الشيشة، ولكن في النهاية العمل الإداري الذي أعمله من أجل خدمة هذه المؤسسة، هل أستمر في هذا العمل أم أتركه علما بأنني على كفالة هذه المؤسسة؟ وجهوني في ضوء ذلك. لا يجوز لك العمل في هذه المؤسسة التي تبيع المحرمات كبيع الدخان وأدوات الدخان كالشيشة والنرجيلة وغير ذلك مما يستخدم لشرب الدخان، فإن هذا حرام وبيعه حرام وأكل ثمنه حرام والمعاونة عليه حرام، لقوله تعالى تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فبقاؤك في هذه المؤسسة من التعاون على الإثم والعدوان، فعليك أن تطلب الرزق غير هذه المؤسسة. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم.